ابرز الامراض الجلديه فكنلاحظوا في شهر رمضان انه كثرت الزونة خصوصا عند الناس المسنين اللي كيكونوا خصهم ما يصوموش وكيقوموا واخا هكاك مجهود انهم كيقوموا بالصيام، فكيوقع عندهم ضعف في المناعه وكيوقعوا هاد الحالات هذه تاع الزونة، فكيظهروا بثور حمراء مملوءه بالماء اللي كتكون جد مؤلمه وكتقيس اي جهه في الجسم. ولذلك فكنقولوا كننصحوا الناس اللي عندهم ادويه خصهم ياخذوها في الوقت واللي يعني ما يمكنش لهم انهم يقوموا بالصيام فيلتزموا انه ما يصوموش، والله راه كيسامح.